بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا حول باب معرفة الإمام والرد إليه من كتاب الكافي الشريف وحديثنا هو الحديث التاسع في هذا الباب. الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يروي قضيه عن امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام حيث ساله رجل عن معنى هذه الايه وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ما هو معنى الاعراف ومن هم والامام عليه الصلاه والسلام الامام امير المؤمنين يبين معنى هذه الايه بتفسيرها وتاويلها اولا نحن نبين المعنى اللغوي لكلمه الاعراف ثم ناتي الى هذه الايه الشريفه والى كلام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في تفسيرها وتاويلها الاعراف جمع وهو اما جمع عرف العرف بمعنى المرتفع من الشيء لذلك تاج الضيق يقال عرف للشعر الذي على عنق الضبع يقال عرف لأنه يعلوه العرف المكان المرتفع وجمع هذا هذه الكلمة هو الأعراف وتفسير الآية وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم أنه في المحشر وفي يوم القيامة هناك مرتفعات بين الجنة والنار وعلى هذه المرتفعات مجموعة من الناس بينت الروايات هؤلاء أولا الائمه عليهم الصلاه والسلام هؤلاء محل استقرارهم في يوم القيامه على هذه المرتفعات التي هي بين الجنه والنار ولهم اشراف على المحشر ويؤدون الدور الذي يامرهم الله عز وجل بذلك الدور دور الشهاده لتكونوا شهداء على الناس. ودور امر اهل الجنة بدخول الجنة، وامر اهل النار بدخول النار. وكذلك ادوار اخرى بينت في الاحاديث الشريفة. هذا الصنف الاول من الذين هم على الاعراف. الصنف الثاني هم ناس مرجون لأمر الله استوت حسناتهم وسيئاتهم فلا حسناتهم أكثر بحيث يستحقون الجنة بوعد الله سبحانه وتعالى ولا سيئاتهم أكثر بحيث يستحقون النار بعدل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يأمرهم في يوم القيامة لكي يكونوا على الأعراف. فإن أدخلهم الجنة فبفضله سبحانه وتعالى بغفران ذنوبهم وإن أدخلهم النار فبذنوبهم فهؤلاء هناك في انتظار الى ان يتم حساب سائر الناس ثم بعد ذلك بعد ان يدخل اهل الجنه الجنه ويدخل اهل النار النار بعد ذلك هناك مجموعه من الناس يكون موطنهم ومسكنهم الاعراف لا الى النار ولا الى الجنه يعني خالدون في الاعراف وهم المؤمنون من الجن المؤمنون من الجن لا يدخلون الجنه وانما محلهم الاعراف وهم متنعمون هناك لأن المنزلة هناك تكون أعلى من الدنيا لكنها أدون من الجنة يعني أنت نعيم الدنيا تصورها المؤمنون من الجن وهم في الأعراف نعيمهم أعلى من نعيم أهل الدنيا لكن أدون من نعيم أهل الجنة وكذلك صغار الكفار الذين ماتوا قبل ان يبلغوا ومجانين الكفار والكفار القاصرون الذين لم تتم الحجه عليهم في الدنيا ولم يتمكنوا من الوصول الى الحجه فحسب بعض الاحاديث هؤلاء يختبرهم الله سبحانه وتعالى في الاخره بنار يخلقها ويأمرهم بدخول تلك النار. فمن دخل في تلك النار يعني امتثل أمر الله سبحانه وتعالى كان من أهل النجاة فيستوطن في الأعراف. ومن سقط في ذلك الامتحان يكون مصيره إلى النار كسائر أهل النار. فإذا الأعراف لغة قد يكون جمع عرف المرتفع بين الجنة والنار وكما ذكرنا فالأئمة عليهم الصلاة والسلام محل استقرارهم في يوم القيامة على الأعراف يشرفون على المحشر ويؤدون الدور الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بأدائه المعنى الثاني للاعراف ان يكون جمع عارف عارف يجمع على اعراف مثل انصار جمع ناصر العارف هو الذي يعرف الشيء باوصافه وخصوصياته لان المعرفه هي نوع من انواع العلم ان تعلم بالشيء عبر اوصافه وخصوصياته والائمه عليهم الصلاه والسلام يكونون ساده لهؤلاء يعني هناك مجموعه من الناس في يوم القيامه يعرفون الناس وعلى رأس هؤلاء الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كما نقول: على الناس أمير وعلى الأعراف رجال، يعني الأئمة عليهم الصلاة والسلام، على الأعراف إذا كان جمع عارف يعني الذين يعرفون الناس بخصوصياتهم بأوصافهم، فعلى هؤلاء وعلى رأس هؤلاء رجال هم الأئمة. لأنه في يوم القيامة المؤمنون لهم نور والمنافقون والكفار ظلمة الآية الشريفة تقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسطع نور من وجوههم بين أيديهم وايضا بأيمانهم فيبصرون الطريق في المحشر ويسيرون الى الجنه ويكونون بعيدين عن اهوال يوم القيامه. لكن بالنسبه الى الكفار والمنافقين ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الايه تقول يوم يقول المنافقون وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرونا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ. انظُرونا بنظر رحمة، حتى نأخذ قليلاً مِن نُورِكُمْ. لكن لا فائدةَ في طلبِهِمْ، لأنهم فَرَّطُوا. فالآية تقول: قيل ارجعوا وراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً. فالأئمة عليهم الصلاة والسلام يعرفون كل إنسان بالسماح المؤمن في وجهه النور يعرفونه بالإيمان. والمنافق في وجهه الظلمة يعرفونه بالنفاق وكذلك الكافر. المعنى الثالث اللغوي لكلمة الأعراف أن يكون جمع عريف مثل شريف وأشراف، عريف وأعراف، بمعنى السيد المعروف، عريف القوم يعني السيد المعروف فيهم، لأنه القبائل فيها ناس عاديين لا يعرفون، لكن سادات القبائل معروفون الاخرون يعرفونهم ان هذا فلان سيد مثلا بني تميم، هذا فلان سيد القبيله الكذائيه وعلى الاعراف رجال في يوم القيامه هناك مجموعه من الناس المعروفين الساده الانبياء والاوصياء والائمه عليهم الصلاه والسلام والعلماء الابرار الاتقياء هؤلاء أعراف وعلى رأس هؤلاء الرسول محمد صلى الله عليه واله والأئمة عليهم الصلاة والسلام. المعنى الأول الأعراف جمع عرف هو تفسير للآية المرتفعات بين الجنة والنار. المعنى الثاني اللي هو هو اعراف جمع عارف والمعنى الثالث الاعراف جمع عريف هذا تاويل للايه الشريفه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول نحن المقصودون في هذه الايه في تفسيرها وتاويلها المصداق الابرز في هذه الايه نص كلام امير المؤمنين قال: نحن على الاعراف هذه المرتفعات في آية اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب لعله هذا السور هو الاعراف من طرف متصل بالجنة ففيه الرحمه ومن طرف اخر متصل بالنار فمن قبله العذاب على الاعراف نحن على هذه المرتفعات نعرف انصارنا بسيماهم لان انصارهم هم المؤمنون الذين التزموا بوصيه رسول الله صلى الله عليه واله في حديث الثقلين وفي غيره من الاحاديث ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. انصار الائمه عليهم الصلاه والسلام المؤمنون الذين يعرفون بسيماهم. الايه الشريفه تقول: سيماهم في وجوههم من اثر السجود. المؤمنون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله. كحمزة سلام الله عليه وجعفر بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وغيرهم من المؤمنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله لكن هناك كان منافقون مثل عبد الله بن أبي وجماعة التي الذين نزلت فيهم سورة المنافقون وغيرها من الآيات القرآنية الكثيرة في هؤلاء المنافقين نعرف أنصارنا بسيماهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود في بعض الروايات في تفسير أو تأويل هذه الآية الكريمة أن هؤلاء يتوضون هذا الوضوء ينقلب في يوم القيامة إلى نور سيماهم في وجوههم من اثر السجود كذلك السجود الذي يسجدونه، السجود هذا ينقلب الى نور في وجوههم في يوم القيامه، في الدنيا كثره السجود خاصه في ذاك الزمان حيث يسجدون على تراب وحجر المسجد النبوي الشريف وفي سائر الاماكن، بمرور الزمان تتأثر جبهتهم بكثرة السجود، وفي يوم القيامة هذا السجود ينقلب إلى نور في وجوههم، لأن السيماء الكلمة اشتقاقها اللغوي إما من الوسم وإما من السوم، وهو العلامة الذي توضع أحيانا تجعل حديدة على النار ثم يسمون بها الأشياء مثلا يسمون بها الآبال حتى تتميز عن غيرها من الآبال مثلا فإما من السوم وإما من الوسم وعلى كل حال بمعنى العلامة هذا بالنسبة إلى المؤمنين أما المنافقون والكفار أيضا من وجوههم يعرفون كما في الآية الشريفة يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فبالنسبه الى المعنى الاول اللي هو تفسير الايه الاعراف جمع عرف على الائمه عليهم الصلاه والسلام على تلك الاعراف بالنسبه الى المعنى الثاني ونحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا وعلى الاعراف ناس عارفون ونحن على راسهم، الامام يقول: نحن اولئك العارفون نعرف الله سبحانه وتعالى ونعرف الناس بالله سبحانه وتعالى لماذا الرسول في حديث الثقلين يقول: "ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا"؟ لأن مجموعة من الناس تركوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ففي عقائدهم ضلوا وأضلوا. كثير من المسلمين الذين يتشهدون الشهادتين هؤلاء مجسمة يعني يعتقدون بتجسيم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ترك أهل البيت وقال حسبنا كتاب الله، فأخذ الآيات المتشابهة وترك الآيات المحكمة، يتصور أن لله يدًا حقيقية، هو يقول بلا كيف ولكن يعتقد بأنها يد حقيقية ليست بمعنى القدرة، لماذا؟ لأنه تمسك بآية متشابهة وترك الآية المحكمة، ليس كمثله شيء آية محكمة، تركها. وتمسك بآية متشابهة. والسماء بنيناها بأيدٍ بأيدٍ بمعنى القدرة لما خلقت بيدي يعني بقدرتي. اليد واليدان والأيدي هذه تستعمل بالمعنى المجازي بمعنى القدرة وكذلك بمعنى المنة له علي يدٌ هذا بالمعنى المجازي، وهذه آية متشابهة تمسك بها وترك الآية المحكمة التي هي قوله تعالى: ليس كمثله شيء. أو مثلا تمسك بهذه الآية المتشابهة: وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. مع أن المقصود المعنى المجازي يعني: إلى رحمة ربها ناظرة، إلى رحمة ربها منتظرة. تمسك بهذه الآية المتشابهة وترك الآية المحكمة التي هي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار صار مجسم شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه وصف الله بأوصاف غير لائقة بجلاله الكريم لماذا؟ لأنه لم يأخذ من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والمعرفة الصحيحة منحصرة بالأخذ من أهل البيت لأنهم أخذوا علومهم عن رسول الله صلى الله عليه واله، وهو أخذها عن الله سبحانه وتعالى. ونحن الأعراف الذين لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، تعرفهم معرفة حقيقية. الآن كثير من المسلمين يحترمون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنت تستثني النواصب سائر المسلمين يعتقدون بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لكن لا يعرفونهم حق معرفتهم، يعتقدون بأن هؤلاء ناس مؤمنون من ذرية رسول الله صلى الله عليه واله، علماء هذا المقدار، لكن أن يعتقد بأنهم أوصيا رسول الله صلى الله عليه واله، وأن رسول الله نصبهم إلى الإمامة بأمر من الله سبحانه وتعالى. وأنه يجب أن يتمسك بكلامهم في كل شيء، وأنهم الأئمة المعصومون، زين؟ أكثر المسلمين لا يعرفون هذا الأمر، فالنتيجة لم يأخذوا منهم، أخذوا من غيرهم، والغير أخذ الآيات المتشابهة، والآراء الفاسدة، وبينها كانها عقائد حق فضل واضل. ونحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا، طريق معرفتهم تسير فيه وتاخذ منهم فتعرف الله سبحانه وتعالى. ونحن الاعراف المعنى الثالث ايضا جمع عريف ونحن الاعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامه على الصراط. الله سبحانه وتعالى يجعلهم على الصراط. الذي عرفهم وعرفوه، عرفهم بالامامه والنصب من قبل الله سبحانه وتعالى، وعرفوه بالايمان، هذا يجوز الصراط. والذي انكرهم وانكروه يعني انكر امامتهم وانكر وصايتهم وانكر مراتبهم التي رتبهم الله سبحانه وتعالى فيها وانكروه يعني انكروا ايمانه هذا لم يكن مؤمنا لم يكن معتقدا لا يتمكن من ان يجوز الصراط يسقط في نار جهنم ونحن الاعراف يعرفنا الله يعرفنا الله عز وجل على الصراط فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. في حديث شريف حتى العام يروه الرسول صلى الله عليه وآله يقول علي قسيم الجنة والنار. شنو معنى قسيم الجنة والنار؟ الله سبحانه وتعالى بنى أمر هذا الكون في الدنيا والآخرة على الأسباب. الله سبحانه وتعالى قادر على ان يخلق الاشياء بدون اسباب يتمكن لكن حكمته اقتضت ان يجعل في هذا الكون وكذلك في الاخره الاسباب والمسببات يعني مثلا في في الاخره هناك في النار ملائكه للعذاب وعلى راسهم مالك الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذب أهل النار مباشرة بدون ملائكة، لكن الحكمة اقتضت أن يكون هناك ملائكة يعذبون أهل النار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قبل هاي الآية عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة قادر يعني على أن يلقي أهل النار في النار ويدخل أهل الجنة في الجنة بدون حساب وبدون شهادة وبدون أي تشريفات وبدون ميزان، لكن الحكمة اقتضت أن يكون هناك محكمة وأن يكون هناك حكام وأن يكون هناك شهود وأن تكون هناك تشريفات تتعلق بالمحشر. ومن الاسباب الائمه عليهم الصلاه والسلام جعلهم الله سبحانه وتعالى على الصراط، يدخلون اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار. من الاسباب انه جعل علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام قسيم الجنه والنار. الامام امير المؤمنين يشير الى هذا الامر. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يلقي المعرفة في قلب كل واحد واحد من الناس يتمكن نعم كما ألقى جزءا من المعرفة في قلوب جميع الناس الفطرة الناس بفطرتهم يعرفون الله سبحانه وتعالى يعني يعرفون أن لهم خالقا ألست بربكم؟ قالوا بلى، هذه الفطرة ركبها الله سبحانه وتعالى في الخلق في عالم الذر. التفاصيل الله سبحانه وتعالى إذا كان يريد أن يلقيها في قلوب جميع الناس. تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة، الله كان قادرا وقادر على ذلك. لكن الحكمة اقتضت أن يلقي الاصل في قلوب الناس واما التفاصيل يامرهم بأن يتبعوا الانبياء ومن بعد الانبياء الاوصياء ان الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه وائتوا البيوت من ابوابها أنت تريد تعرف الله سبحانه وتعالى عليك أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وأنه رسول الله وتؤمن بالقرآن وتؤمن بالأئمة عليهم الصلاة والسلام وأتوا البيوت من أبوابها هم صراطه الله سبحانه وتعالى يقول في الآية القرآنية في سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط المستقيم هم الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام. والسبيل إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الطريق إليه، إلى معرفته، إلى معرفة أحكامه، إلى معرفة شرائعه، إلى معرفة العقائد التي أرادها منا. السبيل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والوجه الذي يؤتى منه وجه الله دين الله هو وجه الله الانبياء هم وجه الله ليس بمعنى هذا الوجه الذي يتصوره المجسمه المجسمه كلا فالله سبحانه وتعالى منزه عن شباهه خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وجه الله سبحانه وتعالى يعني ما يواجه الله به خلقه الله كيف يواجه خلقه؟ عبر الأنبياء الذين أرسلهم، عبر الأئمة الذين نصبهم إلى ذلك، الرسول صلى الله عليه واله وجه الله، يعني أنت عندما تريد أن تواجه الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسول تواجهه. الأئمة عليهم الصلاة والسلام هم وجه الله، بمعنى أنهم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. الناس صنفان. صنف لا يوالي الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يوالي أعدائهم كالنواصب. وصنف يجمع. يعني يحب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويحب أعدائهم أيضا. مثل ما ذاك القضيه المعروفه قال هذا قبر سيدنا حجر رضي الله عنه قتله سيدنا معاويه رضي الله عنه حسب كلامه لانه ابى عن سب سيدنا علي رضي الله عنه مع ان الله سبحانه وتعالى يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لا يمكن ان توالي محمدا وال محمد عليه وعليهم الصلاه والسلام وفي الوقت نفسه توالي اعداء محمد وال محمد. ما يصير. توالي محمدا وتوالي ابا جهل، ما يصير. توالي عليا عليه الصلاه والسلام وتوالي من حارب عليا عليه الصلاه والسلام. فلذلك فمن عدل عن ولايتنا ان ترك ولايتهم الى ولايه اعدائهم. أو فضل علينا غيرنا يعني والاهم ووالا غيرهم أيضا ولكن مع تفضيل غيرهم عليهم ياخذ دينه من غيرهم يقول أنا أحب أهل البيت لكن شنو عقائدك ما أخذها من غير أهل البيت شنو أحكامك الشرعية ما أخذها من غير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الإمام يقول فإنهم عن الصراط لناكبون إشارة إلى قوله تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لكاب لناكبون يعني منحرفون عن الصراط وفي ختام هذا الكلام الإمام يقول ليسوا سواء المؤمنون ذهبوا إلى عين صافية ووالي قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري انت اللي تاخذ من الامام الصادق، من الامام الباقر، من الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام، من الامام العسكري، من الامام الحسين، من امير المؤمنين، من سائر الائمه عليهم الصلاه والسلام، تاخذ من عين صافيه. هذه العين منشأها رسول الله محمد صلى الله عليه واله ومن الله سبحانه وتعالى. لكن الذي لم يتبع اهل البيت عليهم الصلاه والسلام اخذ من الرجال، رجال اخذوا من رجال، فليست عين صافيه، عين كدره، فيها الباطل اختلط مع الحق. هناك قسم من الحق موجود وقسم كبير من الباطل، قسم من الحق في المذاهب المنحرفه موجود يعتقدون بالله، يعتقدون بنبوه محمد صلى الله عليه واله، يعتقدون بوجوب الصلاه، بوجوب الزكاه مثلا. هذا حق لكن هذا الحق اختلط بباطل كثير فلا ينفعهم شيئا ولا النصارى أيضا في كلامهم حق النصارى يعتقدون بالأنبياء من قبل عيسى عليه الصلاة والسلام يعني يعتقدون بنبوة موسى يعتقدون بنبوة نوح مثلا هناك بعض الحق في كلامهم لكن خلطوه بالشرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون خلطوه بخرافات في العقائد وفي الاعمال فلا ينفعهم شيئا. الذي ياخذ من عين صافيه لا يستوي مع الذي ياخذ من عين كدره لا في الدنيا ولا في الاخره، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. اما اصحاب النار فهم الخاسرون، فحاصل هذا الحديث في تفسير آية وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم وتأويلها هو أن هناك مرتفعات بين الجنة والنار عليها ناس وعلى رأسهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام يقومون بالأدوار التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالقيام بها من الشهادة وغيرها. وأيضا يعرف الله عن طريقهم، وأيضا هم السادة الذين يعرفون المؤمنين ويعرفون غير المؤمنين، فيأمرون بالمؤمنين إلى الجنة، وبغير المؤمنين إلى النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفتهم واتباعهم وأن يجعلنا من الفائزين هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين